مناسبة الإمارات بقى، صحيفة زونتاجس بليك السويسري اتكلمت على ان الإمارات ارسلت قنابل لداعش. تعرف دي اهو عن طريق الإمارات وصلت الأردن وسوريا وليبيا، باعت شركة روغ القنابل اليدوية في عام 2003 إلى جيش جورة الإمارات التي قامت دورها بنقل جزء من الشحنة إلى الأردن، وهناك وصلت إلى سوريا طريق غير مباشر انتقلت إلى ليبيا. معتبر شركة القنابل اليدوية مباشرة بعد انحصوا عليها من الإمارات. مزيد من الصور تثبت أن الذخيرة السويسرية أصبح يتم تداولها أيضا في الأسواق السوداء السويسرية من إنتاج روغ، تم تسليمها موجب صفقة إلى الإمارات العربية المتحدة. كنت لما تقول للناس بعض المتعصبين والمتشددين تقابلهم بتقول له يعني في علامات استفهام كتير على موضوع داعش، وان داعش ظهرت خصوصا من اجل النموذج السوري اللي كان عايز يتاخد من خلاله العبرة عشان الشعوب تاني ترجع للحضيرة، وده كانت الخطة والقصة والرواية. ان داعش في علامات استفهام كبيرة جدا، وانه في كذا وكذا. يقول لك تشعر ايه اللي حقيقته داعش؟ كل داعش في فترة لحصلت فيها صحوة والثورة الثورات العربية كان مهم جدا، وحش مخيف يرتكب جرائم فظيعة ويقتل والاغتصاب واصل بيعنا الستات، ويصور فيديوهات باحترافية وينشر الرعب عشان الشعوب تخش الحظيرة تاني. وأدى داعش المهمة باحتراف. مين كان مصلحته كده؟ اللي حرب الثورات من أول لحظة. طب مين اللي حرب الثورات من أول لحظة؟ زايد وسعود. الصحيفة السويسرية قالت إيه عن صفقة الإمارات اللي راحت لداعش؟ الإمارات سلمت داعش قنابل سويسرية عبر الأردن. صحيفة زونتاكس بليك السويسرية تكشف عن وجود قنابل لدى تنظيم داعش كانت سويسرا قد بعتها للإمارات. مسلحون تابعون لهيئة تحرير الشام هاجموا مواقع لتنظيم داعش في إدلب شمالي سوريا وحصلوا على قنابل وأحزمة ناسفة وبنادق. من ضمن ما عرضته هيئة تحرير الشام قنابل يدوية سويسرية تتبع الشركة الاتحادية والتي باعت تلك القنابل لدولة الإمارات. الصحيفة أكدت أن القنابل السويسرية لا يمكن أن تصل لتنظيم داعش إلا عن طريق الإمارات. ففي عام 2012 ظهرت صورة أخرى لقنابل يدوية سويسرية في أيدي مقاتلين تابعين لتنظيم القاعدة. كشفت التحقيقات التي أجرتها السلطات السويسرية أن الإمارات أرسلت بشكل غير قانوني جزءا من القنابل اليدوية إلى الأردن، ومن هناك نقلت القنابل إلى الحرب السورية. بعد الإعلان عن هذه الفضيحة اتخذت الحكومة السويسرية قرارا بوقف تصدير الأسلحة للإمارات، ولكن تم استئناف التصدير مرة أخرى. دي اللي قالته الصحيفة السويسرية، ولحد هذه اللحظة لم يصدر أي تكذيب أو توضيح من وزارة الخارجية الإماراتية.